نعم. الأعمال اللي مفروض تنطلق بمشروع جسر الشهداء على شارع كربلاء النجف، بالإضافة لمشروع ربط النجف الأشرف بالخط السريع، يعني هذا يعد من المشاريع المهمة. هل تم نعم. تنفيذ هذا المشاريع؟ إيش قد راح يكلف بالضبط؟ نعم. اللي تقصديه أعتقد هو مجسر يا حسين، أو مجسر شهداء بالضبط طريق كربلاء، جسر الشهداء. وهو مجسر عند نعم مجسر شهداء طريق كربلاء، وهو على طريق نجف كربلاء عند العمود 110، وهو نقطة تقاطع لطريقين، طريقين حوليات أو قوسيات، واحد يذهب باتجاه غرب النجف والآخر يذهب باتجاه شرق النجف اللي هو طريق المطار، والطريق الثاني هو طريق المجمعات السكنية، إضافة إلى المحور الرئيسي اللي يذهب باتجاه محافظة النجف الأشرف. هذا المجسر تم سابقا إنشاء، أو إنشاء المرحلة الأولى من عنده، أو إنشاء جزء من المرحلة الأولى بطريقة التبرعات. عند استلام إدارة المحافظة تم استحصال موافقة وزارة التخطيط لإدراجه في خطة الإعمار لمحافظة النجف، وتم استحصال تخصيصات كانت أيضا قبل، يعني قبل قانون الدعم الطارئ، وفي حينها كان ما عندنا موازنة، وبفضل الله طبعا المشروع كان متوقف لمدة تقريبا 5 سنوات بسبب عدم وجود تمويل وعدم وجود تبرعات إليه. بفضل الله كملناه خلال 3 أشهر، وحاليا هو دخل الخدمة، وسيفيق بظلاله على يعني فائدته راح تظهر إنه في هذه الزيارة الأربعينية، لأنه هو هذا المجسر أنشئ في عقدة مرورية جدا صعبة، صحيح. كان يسبب لنا ازدحامات ويسبب لنا حوادث، وحاليا هو دخل بالخدمة. يعني جدير بالإشارة أنه نذكر أنه هذا المجسر اللي أنشأناه هو مرحلة أولى من عدة مراحل، وما ذكرتيه من قضية الربط مع السريع، وهذا بقية المراحل لهذا المشروع ذكرناها في اللجنة العليا للزيارات المليونية. السيد رئيس مجلس الوزراء مهتم جدا بقضية الزيارات المليونية، لذلك شكل لجنة دائمة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء وعضوية وزير الداخلية وعضوية محافظ النجف ومحافظ كربلاء، وأيضا مدير المنافذ ومدير السياحة وعضوية كثير من المستشارين. وتم استقبال أو تم عرض أنه إحنا في كل محافظة ما هي الخدمات التي نحتاجها وما هي المشاريع التي نحتاجها من أجل أنه نستوعب هذه الأعداد المليونية المتزايدة سنة بعد سنة. نعم. فأحدى المشاريع أو أحدى الأفكار اللي طرحناها هو تكملة المراحل المتبقية لهذا الجسر لربط القوسيات أو الحوليات الاثنين، وأيضا لتفادي التقاطع السيارات الخارجة من القوسي اللي باتجاه مطار النجف وتقاطعه مع الزوار في هذا المحور. نعم. المشروع الثاني اللي ذكرتيه هو مشروع ربط طريق نجف كربلاء بالخط السريع. نعم. وبالضبط هو هذا المشروع، نعم، يعني تم نقطة الربط تكون في محافظة بابل. حتى أوضح بالضبط هذا المشروع وين، أو هذا المكان وين، أنه الخط السريع اللي يربط الجنوب ببغداد ويرتبط به عندما يعني القادم من بغداد عندما يريد يصل إلى النجف راح ينزل إلى الخط السريع اللي هو سريع كيش احنا نسميه. فعندما يصل إلى محافظة الحلة راح يضطر إلى يدخل إلى محافظة مركز بابل أو مركز الحلة. احنا اقترحنا أنه هذا السريع أو طريق كيش يستمر باتجاه طريق كربلاء نجف بدون المرور إلى محافظة أو مركز الحلة، وبالتالي نتفادى الازدحامات ويوفر مرونة عالية في حركة الزوار. هذه أحد الأفكار اللي طرحناها على لجنة الزيارات المليونية، اللجنة العليا للزيارات المليونية، وتم تبنيها من قبل هذه اللجنة، وإن شاء الله يتم إعداد يعني التصاميم اللازمة وإدراج التخصيصات، توفير التخصيصات اللازمة وإدراجها كمشروع. نعم.